أخبار اليوم. أنا أسامة محمد سوي من سكان العقار رقم 7 شارع الشرق الوسطاني. ساعتك هنا احنا بقالنا على كده 22 يوم مش عارف احنا هنعمل ايه ومش لاقي حل. يعني انت حضرتك احنا لا عارفين لا ناكل ولا ننام ولا نشرب ولا نتهنى على اي حاجه، والمسؤولين مش عايزين يسالوا علينا خالص. ليه؟ احنا مش بشر؟ احنا مش هيسالوا علينا يوم الدين؟ يرضى ربنا ده اللي احنا فيه ده؟ يعني يرضى ربنا ان مراتي في حته وبنتي في حته وانا في حته متمرمط في حته ومش عارفين نعمل ايه؟ كبيره وتعبانه وكل شويه اروح عند حد واجيب شنطتي واروح بشنطتي، لان عيالي مش عايزين انام في الشارع. بس انت بعمل ايه؟ اللي هيشيلك النهارده مش هيشيلك بكره، انا بقولك بصراحه. ودي مثلا معايا عيله هيخشوا المدارس اول 9 هيروحوا ازاي؟ دي مثلا قاعده لوحدها هي واختها، البيت من غير حمام. اطلع كده شوف البيوت من غير حمام مطرح الانفجار؟ اه والله العظيم 3 من الانفجار. يعني تعالى شوف عفشنا في البيت، البيوت اللي ما تستاهلش يشتغلوا فيها واحنا بيوتنا. ده بقى اللي احنا قلقنا، عمال يقول لك لا من 1 ل9 وبيت 12 ده لا. عايزين نعرف الحل ايه. لازم حد يرد علينا بكلمه واحده، لكن احنا قاعدين على كل واحد في مصلحته بيتكلم، غير كده مش عارفين. ماشي السيسي ولنا بصينا. تعالى اتكلم. لا انا تعبنا من الكلام. يلا مين احنا عايزين؟ في اي مش عايزين في اي حته، احنا عايزين مكاننا يصلح واحنا قاعدين. لا ما شفناش، هنشوف نروح فين؟ مش هنسيب حتتنا، احنا مش هنسيب حتتنا، حتتنا مش هنسيبها. هنروح فين؟ هنروح فين؟ مش هنسيب حتتنا، احنا جدود جدودنا. يعني امي الله يرحمها وستي وعيلتي كلها، عيلتي كلها مولوده هنا وماتت هنا، يبقى احنا نسيبها؟ انا ابني شغال في الاهرام بيقول لي رايح جاي صعبان عليه، يقول لي اوعي تسيبي البيت، اوعي تسيبي البيت. ابني يقول لي اوعي تسيبي البيت، هتروحي فين يا امي؟ يعني هو متجوز ومخلف وساكن في بيقول لي اوعي تسيبي البيت، صعبان عليه البيت اللي اتربى فيه وعشره وصاحبه واصحابه في الشارع اللي ورا اتولدوا واصحابه وكله مع بعضيهم. احنا بقى نروح فين؟ قالوا نصلح، احنا نصلح قلنا موافقين. فضوا احنا عيال قدامكم، فضوا فضينا، لموا ايه في ايه في ايه؟ واحنا اللي عملناها؟ هو احنا سبب فيها القنبله دي؟ احنا اتضرينا، احنا اتضرينا. الناس شافت العيد احنا ما شفناهوش. الناس كان بتوع الانتخابات كانوا بيجيبوا لنا الفطار والسحور، احنا ما كناش بنعمل اكل في بيوتنا. احنا نعمل ايه؟ عملوا صوان العيله كل من هب ودب يخش في الصوان ده، يخش وده يخش وده يخش. انت عايشه ازاي؟ انا اهو والله عايشين اهو لسه واكلين. ورينا بنت طبق المش، واقسم بالله بطننا وجعتنا ونشفت. يا عم يا عم صلى على النبي، بطننا نشفت من المشي والطعميه، ينعل ابو الطعميه لابو المش. بننام في من على الكراسي، بتسند دراعك على الكرسي. يرضى مين؟ يرضى مين؟ احنا اهو احنا اهو بولا مطلع الرجاله ومطلع كل ما تتخيله، مطلع صحفيين ومطلع قضاء ومطلع مستشارين ومطلع كل اللي تشتهي بولا، والعيله كلها شبابها رجاله ونسوانها رجاله.